شوفوا يا جماعة شكل الطعم، السن اهو ده سن يا جماعة مقاس 10 بانكس. بتجيب الحتة تريم اهي طول 10 سنتي، تحط نصها على الخيط ونصها على السن اهي رجالة كده كده، نصها على الخيط اهو السن اهو، نصها على الخيط ونصها على السن. تقوم جاي لافف هنا 3 لفات على السن تمام اهو، وقوم جايب ده اهي ده عكس انت لفيت كده من هنا تلف ده عكس، تقوم جاي ماسك الاتنين اهو ونازل بهم لتحت كده. ده اول تطعيمه يا رجاله ماشي. تاني تطعيمه برضك اهي، حته برضك 10 سنتي برضك نفس النظام اهي، حط نصها على السن الفوق على السن وعلى الخيط ونصها على السن تحت، تقوم جاي لافف 3 لفات على السن. انت كده لفيت لفوق اهو، بتجيب دي بقى عكس بقى لتحت كده كده اهو ماشي. تقوم جاي ماسك الاتنين مع بعض اهو ونازل بوم لتحت ولفهم لفه كده، بتلاقي الشكل ده والسن في النص. سن يا جماعه ده صغير يا جماعه، العود التكبيره يا رجاله صلوا على النبي. يوسف معاك من حته يا شباب اهو، ماشي يا يوسف يلا براحتك ارفع براحتك، حته حلوه ولا حته جميله مش مشكله يلا بقى اللي مهري رجاله برضو كان. ماشي يا يوسف يلا، اللهم صل على النبي. حلوت يا جماعة حلوت، بليم الأحجام التمام التمام يا جماعة. اه شباب اه رجال، أحجام الجميل السمك البلدي اللي بعده رجال. جت بعد الظهر واشتغلت 10 على 10، المياه سخنت بدأت السمكة الحلوة تاخد ريما برضو كمان. طلع يا عم ده كف مش كبير قوي، حتة مش كبير قوي طلع، بس المكان هنا حلو عن ورا خشن. شوف يا جماعه بلمي دي البلمي، بلمي اللي ما بيطلعش. لا لا يا عم ما بيطلعش للدرجات يعني، هو يعني ايه ما بيجيش ما فيش منه كتير. شفنا يا جماعه العسل ده، بصور الحته بتاع يوسف هناك اهو، هناك اهو لقيت المعلمه دي واخده ومشي بضرب عليها جايبتها منين تحت بقها، حته بيضة اهو يا جماعه. السمك الابيض بتاع طلعت النوبري بالريمه، اهدى عس اهدى جميل بالريمه يا شباب، طلعت النوبري جايبتها لطش من تحت بقها. تابعوني يا رجاله كام حته اهي. طبعا يا جماعه انا بصور لكم اللي بيطلع معايا عشان الفيديو يبقى واقعي، صور لك الوضع عشان لو حابب تيجي في النبريه هنا هتبقى عارف النظام هنا ماشي عامل ازاي وحجم السمك يخش عليك ده ويخش عليك لو 10 كيلو يخش عليك انت ورزقك بقى. يا رجال حتى بليمه من الاحمر شويه، تابعونا يا شباب. كبيره ولا صغيره؟ شوف مين رامي الزباله في المايه كده، العالم معفنه قوي. ده مجوز يا معلم، واحدة راح كانوا مجوز، والله كانوا مجوز، ما كانش رجاله البليم الجميل. طلعت النوبريه يا رجال، شو الناس المعفنه يا جماعه بيرموا زباله في قدام المي اللي بنشرب منه. يوسف يا رجاله خد لكم حته اهو، وريهم كده ورا الناس ور حته ما شاء الله، لف ده كده تمام التمام بليمي من اللي هو من اللي كيف ماشي يا غالي. يلا الصلاة على النبي رجالة، شوية سمك عسليات اهو لسه شغالين اهو يا جماعة، ابيض اهو كمان النبرية وجمالها رجالة ريمة. هنا يا
جماعة المتعة لما تضرب سمكة على بعد 20 متر. معلش بقى الشمس معايا جاية في وشكم، معلش. والله يا جماعة على بعد 20 متر وأكتر كمان جاي هناك متعة صيد الرمح كده بقى، إنك تضرب السمكة وأنت واقف وهي بعد منك ب20 متر. على الحماسة أهو سمكة حلوة كمان أهي. اهدى بقى يا بطل، اهدى يا بطل، اللهم صل على النبي. الله العظيم يا جماعة أكتر من 25 متر. حتة ما شاء الله اهي. عسل يا تعالي، اللهم صل على النبي. كف تماما بلمايا يا جماعة. شوفوا يا جماعة والله العظيم جايبها من على بعد أكتر من 25 متر. فضلت أسرح أسرح لما وصلت، لما عدتش شايف غماز، يعني يا دوب شايف بس اللي هي الزناقة. طبعا يا جماعة لما تيجي تبص الغماز لازم الغماز كله غرقان، الزناقة بس اللي هي اللي إيه عايمة على وش المية. ها يا جماعة بلمايا قد إيه النبورية وجمالها. ريما يا رجل انت برضك من على البعيد برضه. الشمس نازله يا جماعه، خلاص كده شايف المنظر. تاني حته مع البعيد يا رجال. اللهم صل على النبي. الله 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 الله. ماسك العود يا جماعه بايديا، بلم بايد التانيه. اعذروني بقى كده، هنلم الليل على كده يا جماعه. البليم المحمل يا جماعه، البليم الجميله بتاع النبري كده. لم الليل على كده يا جماعه، اوريكم بس السمك اللي جبته وكده. آه تمام النهارده قوي. صلاة على النبي رجال، رزق النهارده. يوم بتوع الوحده يوسف طبعا شغال وبيحطها في العياشه اللي معاه في التلاجه اللي معاه. اهو يا جماعه السمكه دي، شوية سمك ما شاء الله. النوبرية وجمل ده كان الأبيض ده. يلا يا جماعة السلام عليكم. بصوا يا جماعة الشمس نازلة اهي خلاص كده. ايه هنلحق بس عشان هنروح. يلا يا جماعة اللي عجبه الفيديو ادينا لايك، واللي لسه مشتركش اشترك معانا. النوبرية يا جماعة شغالة والوضع قدامكم اهو، اللي حابب يجي يجي. النوبرية يا جماعة شغالة. ريما بعد يجي 5 متر كده من الشط، شغاله جوه قوي وشغاله على الشط. اللي انتوا عايزين تشتغلوا زي ما انتوا عايزين اشتغلوا. يلا يا جماعه السلام عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.